صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر أهل النفاق في هذا الوقت، فبعضهم أظهر نفاقه عن طريق الكتابة أو التصريح بالكلام، فهل إذا حذرنا منهم بأسمائهم وبذكر كتاباتهم وكلامهم يعتبر غيبة لهم، وكيف نتعامل معهم؟ الرد عليهم هذا من الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد المنافقين برد شبهاتهم وإبطال أقوالهم، فهذا من الجهاد في سبيل الله. لكن الرد إنما يكون من أهل العلم الذين يحسنون الرد والمجادلة.